نشرة والظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. الأسود في ثاني مواجهة الكان لإثبات الجدارة والاستحقاق وانتزاع بطاقة التأهل في مواجهة الكونغو الديمقراطية. المباراة اختبار حقيقي ومعركة تكتيكية كبرى، يؤكد الناخب الوطني وليد الركرادي. ملتقى اقتصادي مغربي سعودي في الرياض لبحث فرص تقوية الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه السابع بعد المئة، وجيش الاحتلال يكثف قصفه على القطاع وعمليات الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. وضيف ظهيرة الأحد هذا الأسبوع الفنان التشكيلي والروائي والشاعر والنحات مصطفى غزلاني. نحو ساعتين وخمس عشرة دقيقة تفصلنا عن ثاني مباريات المنتخب الوطني المغربي في منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة نسختها 34 بكوت ديفوار. الأسود وبعد مباراة أولى متميزة هزم فيها المنتخب التنزاني بثلاثة أهداف دون رد، يواجهون اليوم في تمام الساعة الثالثة بالتوقيت المغربي منتخب الكونغو الديمقراطية على أرضية ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو. المواجهة بين المغرب والكونغو الديمقراطية ستكون اختبارا حقيقيا ومعركة فنية وتكتيكية كبرى، يؤكد المدرب الوطني وليد الركراكي. أكد في ندوة صحفية عقدها أمس بسان بيدرو أنه يجب نسيان مباراة تنزانيا ويجب انتزاع بطاقة التأهل. عن الندوة الصحفية وعن آخر مستجدات الفريق الوطني وما وضعه الناخب الوطني من لمسات أخيرة على التشكيلة الأساسية نتابع روبورتاج مهدي صوابن وبعثة القناة الثانية. بعد فوزه بثلاثية على تنزانيا الأربعاء المنصرم، أكد وليد الركراكي أن توقيت موقعة الكونغو الديمقراطية والحرارة المفرطة غير قابل للأعذار من جانب اللاعبين إن أرادوا حسم التأهل دون انتظار المواجهة الثالثة ضد زامبيا. غيبغيو يديو لي بوان باش يتأهلوا حتى هما رابيدمون، هادشي اللي بغينا حتى حنا مع الاحترام ديال الكونغو. كنعرفوا لا دانيير كونفرونتاسيون كانت ليليمناسيون في كوب دي موند، دونك غيجيو بأون موتيفاسيون اكسترن امبورتونت. العناصر الوطنية خاضت آخر حصة تدريبية بمعنويات مرتفعة وفي نفس توقيت اللقاء للاستئناس بالأجواء، حصة تدرب خلالها نصير مزراوي بشكل فردي في انتظار تعافيه كليا من الإصابة. كنظن أن كما قال الكوتش عندنا الماتش اللي داز صافي نسينا، عندنا ماتش اللي كنوجدوا ليه ب 100% باش اننا نحقوا فيه توا انتصار ليكون هو الثاني على التوالي ان شاء الله. صحيح ان اخر مواجهه جمعت بين المنتخبين عبدت طريق الاسود نحو مونديال قطر برباعيه لهدف في اياب الدور الفاصل المؤهل للمونديال، لكن في الكان ابناء وليد الركراكي مطالبون بالثأر من خسارتهم في دورة الجابون عام 2017 بهدف نظيف في دور المجموعات. ومن سان بيدرو ينضم إلينا أحد موفدينا مهدي صوابن، كما ينضم إلينا من الرباط للحديث عن هذه المباراة السيد أشلة لاعب سابق وإطار وطني. أبدأ معك مهدي صوابن، يعني الجماهير المغربية لدعم المنتخب الوطني المغربية حجت إلى سان بيدرو بكثافة عبر رحلات على متن الحافلات من المدينة العاصمة الاقتصادية أبيدجان إلى سان بيدرو. كيف هي أجواء حول الملعب الذي ستقام فيه المباراة؟ مرحبا بك زهراء، مرحبا بكل المشاهدين الكرام. في هذه اللحظات بالضبط وصلت الدفعة الأولى من الجمهور المغربي إلى ملعب لوران بوكو، وقبل أن تدخل إلى المدرجات لا بأس أن نستقي آراءها بخصوص هذه المواجهة. عاد وصلتوا الملعب؟ عاد وصلنا وإن شاء الله اليوم ربحوا 3-0. كيفاش كتشوف الماتش ديال المغرب والكونغو؟ إن شاء الله لك انتصار غيكون التأهل. حنا جينا دابور من ابيدجان
ولا هذا النهار انتصار 2-0 2-0 ان شاء الله مالغري لي كونديسيون كليماتيك جو بونس كو لو ماروك ا تو لي زاتو بور غاني. ميرسي. بجانبي كذلك واحد من افراد الجمهور المغربي، من اين مدينه جيتي؟ حنا من ناس القاطنين في ابيدجان داكور، جينا هنايا دوبي دو جور استعدينا لتشجيع المنتخب الوطني ان شاء الله مالغري افيكتيمون لي كونديسيون كليماتيك، ان شاء الله 3-0 et la Coupe d'Afrique. Nous, on ne veut rien que la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. La base, nous allons prendre un autre jour de Tabar Nisoui. Salam alaikum. Nous sommes très enthousiastes, Inch'Allah. La victoire est marocaine. Vive le Maroc. Et tu as dit quelle est la nature? Je pense 2-0, ça ira. Nous allons prendre un petit peu. J'ai papa. Nous allons prendre un petit peu. Tu as dit quelle est la nature du match? On va gagner 3-0. برافو. إذن كانت هذه آراء مجموعة من الجماهير التي قدمت في هذه اللحظات بالضبط إلى ملعب لورون بوكو. أما بخصوص آخر المستجدات المرتبطة بالمنتخب الوطني المغربي، وليد الركراكي أكد يوم أمس أن كل العناصر الأساسية جاهزة بدنيا وتكتيكيا لخوض هذه المعركة الكروية، باستثناء الظهير الأيمن نصير مزراوي الذي يسابق الطاقم الطبي الزمن من أجل تأهيله حتى يكون جاهزا لموقعة زامبيا يوم الأربعاء المقبل. شكرا لك مهدي. أتوجه إليك بسؤال السيد حسين أشلال اللاعب السابق والإطار الوطني. دعنا نركز أولا على معطى مهم تطرق إليه أحد المشجعين خلال المباشر مع مفادنا مهدي، وهو ظروف المباراة، الظرف الزمني تحديدا، توقيت 2 ظهرا بالكوت ديفوار، 3 بالتوقيت المغربي المحلي، هو توقيت صعب يعني بالنظر إلى المناخ والطقس إيدين في الكوت ديفوار، حتى أن المدرب وليد الركراكي غير توقيت الحصة التدريبية أول أمس من 5 إلى 2 بعد الزوال حتى يتأقلم اللاعبون مع أجواء الحرارة والرطوبة على الخصوص. إلى أي حد سيكون الطقس عاملا مؤثرا يعني بغض النظر عن تأكيد المدرب على أنه يجب ترك الأعذار جانبا؟ فبالنسبة لي أولا مشكل ديال الطقس فهو قاسم مشترك بالنسبة للمنتخبين بجوج، لا سيما أنه المنتخب المغربي فكر في هذه النقطة بالذات وحاول ما أمكن باش أنه يكون السباق في يعني في إكمال ذاك التهيئ البدني في الكوت ديفوار، وتلاحظ العيان على أنه المباراة الأولى أنه المنتخب الوطني ما كانش عنده عائق بالنسبة يعني التأقلم مع 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 الرطوبة ولا كذلك الحرارة، فكانت لا بريستاسيون سور تيغان كانت بارفيت، وكانت المعطيات يعني دقيقة جدا بالنسبة للطاقم التقني ولا كذلك بالنسبة للاعبين، والدليل على ما أقوله أنه النتيجة كانت ساحقة بالنسبة للمنتخب الوطني، وهذا ما نتمناه في المباراة ديال اليوم إن شاء الله لضمان التأهل بصفة نهائية إن شاء الله. طيب، هل ربما المدة الفاصلة بين المباراتين الأولى والثانية في نظركم كافية لاستعادة الطراوة البدنية للاعبين الذين خاضوا المباراة الأولى كاملة؟ فبالنسبة لي يعني كافية لاسترجاع ذاك الطراوة البدنية واللي غتقدر تعطينا يعني ذاك المبتغى ديال جميع المغاربة، لا سيما أنه وليد الركراكي عنده من يعني التركيبة البشرية، عنده اللاعبين، عنده عدة اختيارات، والدليل القاطع على أنه الاحتياطيون اللي دخلوا في الشوط الثاني يعني حاولوا ما أمكن باش أنهم ينسيونا اللاعبين اللي بدأوا المباراة، فهناك مجموعة متجانسة، والدليل القاطع أمام الكل على أنه كاين التحام، كاين انسجام، كاين عمل، كاين عدة أشياء يعني خارج الكواليس وخارج المستطيل الأخضر تتعطينا على أنه المنتخب الوطني ان شاء الله غادي يكون من بين الفروق اللي غيبليو البلاء الحسن واللي غيحاولوا ما امكن باش انهم يوصلوا المبتغى. المباراه ديال اليوم بالثلاث نقاط ديالهم غتعطينا استراتيجيه اخرى بالنسبه لوليد الركراكي على انه يقسم هذاك التفكير ديالو ما تبقى في المباريات، لانه اراحه اللاعبين من بعد الانتصار في المباراه ديال اليوم غيقدر يكون يعني شيء ايجابي في المباريات الجايه ان شاء الله.
طيب من خلال تاريخ لقاءات المنتخبين المغربي والكونغولي، قراءتكم لمباراة اليوم، وكان قال عنها المدرب وليد الركراكي إنها ستكون معركة فنية وتكتيكية كبرى، لماذا هذا الوصف للمباراة ضد الكونغو الديمقراطية في نظركم؟ فبالنسبة لي يعني الكونغو في المباراة الأولى ديالو ضد زامبيا، المنتخبات بجوج عطاونا واحد ناقوس الخطر على انهم جاهزين بقوه، يعني لا المنتخب الزامبي ولا المنتخب الكونغولي من بين احسن الفرق، وكان واضح للعيان على رقعه الملعب لانه عنده من الادوات باش انه يكون خصم شرس بالنسبه للمنتخب الوطني. لكن نتيجه المباراه على انهم جوج ديال المنتخب عندهم نقطه واحده غتخلي انه الكونغو الديمقراطيه انه تقلب على واحد النقاط زائده لضمان التاهل. هاد النقطه بالذات غتخلي على انه تكون مباراه مفتوحه، ما غيكونش الانكماش ديال المنتخب في الوراء واللعب على المرتدات السريعه، فهي نقطه ايجابيه بالنسبه للمنتخب على انه غتكون مباراه مفتوحه، وغيكونوا يعني مساحات يعني في الظهر ديال الخط الدفاعي اللي غيقدر يستغل من طرف المهاجمين ديال المنتخب الوطني. بالنسبه ليا يعني الكونغو الديمقراطيه رغم انه كيتوفر على لاعبين جيدين في خط الامام، لكن لا يمكن على ان ننسى على انه عندنا خط دفاع من المستوى الكبير، كذلك ممتاز بالنسبه لحراسه المرمى يعني بونو بالجاهزيه يعني الثقه التامه اللي كيعطيها ماشي غير الخط الدفاع، كيعطيها لجميع المغاربه، فغتكونش مهمه سهله بالنسبه للكونغو الديمقراطيه. يعني رغم الضجه الاعلاميه، رغم عده اشياء كتوقع في الكواليس، ولكن كيبقى المستطيل الأخضر هو الجواب الحقيقي بالنسبة لأي منتخب. أكيد، وحظ موفق نتمناه للمنتخب الوطني حتى يمضي في النتائج الإيجابية التي عودنا عليها منذ مونديال قطر. السيد حسين أوشلا اللاعب السابق والإطار الوطني، كنت مباشرة معنا من مكتبنا في الرباط، شكرا جزيلا لك. في العاصمة السعودية الرياض، فاعلون اقتصاديون مغاربة وسعوديون ركزوا على بحث فرص تقوية الشراكة التجارية والاستثمارية بين هذين البلدين اللذين تجمعهما علاقات أخوة وثيقة. الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودي ينظمان اليوم الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي، والوفد المغربي المشارك في هذا الملتقى يضم ممثلي 100 شركة من 15 قطاعا اقتصاديا. وفي العاصمة الألمانية برلين، حيث ينعقد الأسبوع الأخضر الدولي، وقع المغرب وألمانيا اتفاقا لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع الحوار التقني الفلاحي الغابوي. ترتكز الاتفاقية على الإنتاج العضوي والتبادل بين البلدين في مجال العلوم والابتكار والممارسات الزراعية الجيدة. من العاصمة الألمانية برلين، روبورتاج مبعوثنا حسن لحمتي. تميز اللقاء الثنائي مع الوزير الألماني للأغذية والفلاحة السيد جيم أوزديمير بالتوقيع على اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحوار التقني المغربي الألماني في مجال الفلاحة والغابات في إطار التعاون الثنائي بين الوزارتين. اليوم كان عندنا لقاء مع السيد الوزير الفلاحة الجمهورية الألمانية، واللي العلاقات هي متميزة، وفي القطاع الفلاحي عندنا يعني تاريخ ديال التعاون، واليوم بغينا الاستثمار ديال هذا يعني التعاون اللي كان في الماضي باش نمشيو ابعد. فكل المناقشات اللي كان اليوم في المنتدى حول يعني التحويل ديال الانظمه الغذائيه واللي كتنظموا يعني المانيا كل سنه كان عنده يعني كان نقاش مهم جدا. تعزيز الانتاج المستدام في صلب الاستراتيجيات القطاعيه للفلاحه والصيد البحري التي تم وضعها خلال العقد الاخير بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تعزز طموح المغرب فيما يخص السيادة والأمن الغذائي ومرونة قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وهذه الزراعة البيولوجية في المغرب قطع أشواط مهمة من خلال تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر. وحنا واحد يعني واحد طموحات كبيرة في هذا الإطار، من بينها بلوغ 100,000 هكتار من الزراعة البيولوجية في أفق 2030. ولهذا الغرض وقعنا واحد العقدة برنامج مهمة بيننا وبين المهنيين، واللي الآن توقعت في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس في 2023. المعرض الفلاحي العالمي ببرلين هو مناسبة لعقد شراكات مع مختلف الشركاء الأجانب وخاصة الألمان. حضور المغربي في هذا الملتقى الهدف منه هو الترويج للفلاحة المغربية وخاصة للتعاونيات التي تنشط في العالم القروي. في ختام أشغال قمتها 19 المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا، جددت حركة عدم الانحياز التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي الأممي المتعلق بالنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف. ونوه رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في الوثيقة الختامية للقمة بمسلسل المفاوضات المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة، موضحين أن الهدف يتمثل أيضا في ضمان تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أبرزت تواليا بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي جدي ومصداقات مصداقية. من جانب آخر، أشادت القمة بالدور المحوري الذي تطلع به لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية. من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال القمة أنه على الجميع أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته، وأن أي إنكار لهذا الحق هو غير مقبول. تصريح غوتيريش في قمة عدم الانحياز يأتي في خضم عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. والعدوان الإسرائيلي على القطاع دخل يومه السابع بعد 100، وفي الساعات 24 الماضية وثق استشهاد 165 فلسطينيا في وقت واصل فيه جيش الاحتلال غاراته وقصفه على مناطق مختلفة في القطاع، فيما شهدت الضفة الغربية المحتلة مداهمات واعتقالات. يونس رفيق. تجاوزت حصيلة الشهداء في قطاع غزة 25,105 شهداء بعدما وجه جيش الاحتلال مدفعيته لمزيد من المدنيين من النساء والأطفال، فأسقط منهم خلال 24 ساعة الماضية 178. القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة تستهدف كل ما يتحرك على الأرض بعدما سارت البنايات خراباً. مدينة خان يونس، كبرى مدن القطاع المحاصر، باتت الساحة الجديدة للقتال البري والغارات الجوية. بينما يستهدف الجيش الإسرائيلي البنية التحتية في كامل القطاع متذرعا بأنها مخابئ للفصائل الفلسطينية، وبعد نبشه القبور بحثا عن الرهائن، ألقى الجيش الإسرائيلي أمس السبت على مدينة رفح التي يتجمع فيها عشرات آلاف النازحين مناشير تظهر صور الرهائن وتدعو السكان إلى مشاركة أي معلومات عنهم، بينما تظاهر آلاف الإسرائيليين في وسط تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن المحتجزين في غزة وإجراء انتخابات مبكرة لإطاحة نتنياهو. هذا الأخير الذي كرر في محادثة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضه منح الفلسطينيين السيادة على غزة لضمان ألا تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، فيما أبدى بايدن تمسكه بحل الدولتين، فيما اعتبرت حماس أن بايدن يحاول بيع الوهم للشعب الفلسطيني. فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت خلال قمة عدم الانحياز بأوغندا أن إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة أمر غير مقبول. نشرة الظهيرة متواصلة فيها أيضا. إلى دار البقاء رحل الفقيه والعلامة الدكتور عباس الجراري عن سن ناهزت 87 عاما. الراحل كان مستشارا لجلالة الملك محمد السادس ومستشارا لجلالة المغفور لها الحسن الثاني. ونختم النشرة من مدينة وزان، نسلط الضوء على أسرار صناعة السبحة الوزانية. وقبل ذلك، بأثمنة أقل وجودة أعلى أضحت الخضر والفواكه في الأسواق المغربية. معطى
غاب لمدة طويلة في ظل ما طبع الأسواق من موجة غلاء وصلت معها الأسعار إلى مستويات قياسية، وتدنت معها جودة ما يعرض من خضر وفواكه إلى مستويات غير معهودة في الأسواق المغربية. هذا المستجد الذي شكل مفاجأة سارة للمواطن المغربي يرجعه المهنيون إلى انخفاض حجم الصادرات المغربية من الخضر والفواكه. من أكادير ريبورتاج طارق غانميون سلامتين. سوق الفواكه والخضر بالجملة بإنزكان يسجل انخفاضا في أثمان مختلف المنتجات الفلاحية بعد أن ألهبت أسعارها جيوب المستهلكين. البصل والطماطم والجزر والبطاطس وغيرها من الخضروات تعرف استقرارا في الأثمان. مختلف الأسواق الوطنية تسجل وفرة في المعروض، ما أدى إلى تراجع أسعار أغلبها، ما اعتبره البائعون والمستهلكون أمرا مهما وإيجابيا. والبعض المواد ديال الخضر راه طايحه، فلفله طايحه، مطيشه طايحه، الدجال طايح، واخا رخاص مثلا كتلقى بطاطا رخيصه وكتلقى بصله طالعه، يعني مثلا ملي كتطلع البصله كترخص بطاطا. المهنيون يتوقعون استمرار هذه الانخفاضات الى غايه شهر رمضان المقبل، واي ارتفاع محتمل في الايام المقبله سيكون نسبيا فقط. مهني القطاع يرون بان الانخفاض يعود بالاساس الى ميزان العرض والطلب. الحالة الحمد لله بخير، كاين شوية ديال الانخفاض في الأسعار، يعني بالنسبة للسلعة كاملة الحمد لله راه كاين شوية الانخفاض. شنو السبب ديال الانخفاض؟ إيوا السبب داكشي من عند الله سبحانه وتعالى، راه كتكون السلعة دابا كتكون في اليوم غالية غدا كتكون رخيصة، على حسب الطلب والإقبال. إلا كان الطلب كثير وسميتو العرض قليل كتكون السلعة غالية. الطقس وارتفاع درجة الحرارة أدى وفق المهنيين إلى نضج مختلف المنتجات الزراعية، ما ساهم في وفرتها داخل مختلف الأسواق ونقاط البيع بالمملكة. نفتح اللحظة صفحة ثقافية بدايتها من توريرت. أزقة وشوارع المدينة اكتست حلة إبداعية من خلال جداريات تفنن في رسمها شباب المدينة من عشاق الريشة والألوان. جداريات تحولت معها توريرت إلى معرض فني مفتوح. روبورتاج عبد الحميد المرابط وعبد العالي عميراش. بحب وشغف يعكف هؤلاء الشباب على وضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوحة الجدارية التي تنبض رونقا وجمالا. جدارية تخرج ساحة المدينة عن نطاق المألوف وتضفي عليها مسحة من الجمال والزينة. فرصة أننا نزين المدينة ديالنا وتمكننا من تحويل نقاط سوداء إلى جداريات اللي كتزين المدينة. بدورنا تكلفنا بالتأطير والتصميم والمساهمة مع الجمعية المستفيدة لتنزيل هذا البرنامج بجودة عالية، وبالتالي حاولنا استغلال برنامج أوراش كورشة فنية لتزيين المدينة. بعيدا عن أسوار وضيق الأروقة وعلى مرأى من سكنة المدينة، يجتهد الفنان عبد القادر بالبشير في إضفاء لمسته الخاصة على هذه الجداريات لتكون مشتركا إبداعيا يعزف ألحان الجمال وممرا إلى رونق التشكيل ومصعدا نحو السمو الفني والذائقة الجمالية. دابا أحسن مزيان، قال حاجة تنور البلاد زينة. هاد القنطرة تبدل حتى الشكل ديالها، ولاو كيجيو المواطنين، انا شفناهم انهم كيتصوروا، من بينهم انا بداتي تصورت هنايا، ولات منطقة يعني بحال شي حاجة بيئية جديدة وزوينة اللي عطات الجمالية للمدينة، خاصة هاد المنطقة اللي هي كتوسط مدينة توريرت. خلال استفادتنا من هذا البرنامج حاولنا باش ننزلوه بواحد الجودة عالية، يتعلق الأمر بتزيين المدينة وصباغة مجموعة من الجدران وتجسيد لوحات فنية وجعل المدينة تحفة فنية أو عبارة عن معرض للزائرين. توريرت تلتحف الجمال والبهاء وتغني أغنية الاحتفاء بالألوان من خلال هذه الجداريات التي حولت المدينة إلى معرض تشكيلي مفتوح يخلع عن جدرانها ثوب الإهمال والنسيان ويلبسها حلة جديدة، حلة إبداعية زاهية تسر الناظرين.
نصل وإياكم مشاهدين اللحظة لفقرة ضيف الأحد. ضيفنا هذا الأسبوع الفنان التشكيلي والروائي والشاعر والنحات مصطفى غزلاني. أهلا وسهلا بك سيد غزلاني. أهلا وسهلا. نبدأ معك كما جرت به العادة بجديدك، بما أننا في إطار نشرة إخبارية نبدأ بالجديد. وجديدك معرض تشكيلي في مدينة المحمدية آثار، هذا الجديد الأول، حدثنا عنه. نعم، هو كان عبارة عن معرض في أتولي آثار آرت ورواق للعرض بمدينة المحمدية تحت عنوان الأرض محمولي الأبدي الحميمي، وهو إنصات والتفاتة إلى الأرض ليست كموضوع أو كتيمة هكذا، بل أيضا كمادة للاشتغال وكلون للاشتغال وكبعد تفكيري وكبعد فني. أيضا لك أيضا ديوان شعري رعون بلا أحصنة، هل يحمل هو كذلك تيمة الأرض؟ يرتبط أو يرتكز هذا الديوان الاهتمام بالكائن، يعني كائن هذه الأرض الذي هو نحن بني البشر، في حالات بورتريهات، يعني كأنها سفر إلى أعماق هذا الكائن الذي أراه الذي أنظر إليه في علاقته الحميمية بنفسه أيضا. فهو نوع من التطفل الشعري عن الإحساس الغيري أو الإحساس للشخص الآخر. سنواصل حديثنا معك عن مسارك. مرحبا. وعن قبعاتك الإبداعية المختلفة بين التشكيلي والنحتي والشعري والرواية. قبل ذلك سنتابع هذا البورتري الذي رسمته لك زميلة سعاد سعيد راوي في الكاميرا، كان مع عبد الرحيم بوحدي، ونتابع. إذا شد على التراب أذكر أن هذا هو منتهاي مهما بلغت نجاحاتي ومهما كانت هناتي، وأنا أشد على التراب أشد على نفسي لئلا أنسى من أنا، لئلا أنسى كيف سأكون، وكأني إذ أشد على الطين أشد على رقبة الكبرياء التي تداهمني كلما أنهيت عملا. يشد على التراب لعقدين من الزمن مصطفى غزلاني، رجل من طين خلقة ومذهبا وإيمانا. متى أشد على التراب أذكر على درجة ما أني وكل ملوك الأرض سواء وكل مجانينها. في ورشة آثار بالمحمدية يحملك هذا الفنان المتعالي على الشائع إلى رحلة في الأصول. لا ريشة ولا صباغ في مرسمه، أدواته لا تنضب، فهي من كرم أمنا الأرض، منها الألوان ولها الرسائل. للسماء زرقة وللخصوبة خضرة وللغيوم لون الرماد، لكن عندما يغيب الأزرق والأخضر وباقي الألوان ويترك البني يواجه قدره، فتلك رسالة مصطفى غزلاني بأن الأرض تعاني من عزلة وتواجه محنتها على انفراد. تجربة عشتها منذ جنينيتها. أعماله تنتمي إلى ملون ما يسمى بالفرنسية لاباليت، ملون ترابي، يعني الألوان الترابية البنية الحارة التي ينتمي إليها، ولهذا نجد يدمج عددا من الأشياء الموجودة في هذه البادية، منها المدرة، منها المنجل إلى غيرها من الأدوات التي يشتغل بها الفلاح. طبيعة الحال هذه التجربة من ورائها مرجعية فلسفية وأدبية، حاول أن يجانس بينها وأن يخرج بهذا العمل الذي نجد فيه حس جرافيكي، يعني جرافيك، وحس تشكيلي، لا يشتغل فقط بالفرشات، فهو يشتغل بيديه كذلك، ويشتغل كذلك بالتراب. وهذا ما يميز مصطفى غزلاني، لأنه يحاول أن يبحث على أصالة معينة، فهو أصيل في عمله وأصيل كذلك في شخصيته. من التشكيل إلى النحت، مصطفى غزلاني يدرس مادة النحت في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالدار البيضاء،
منحوتاته جابت المعارض بالمغرب وخارجه دون أن تتخلى عن رائحة ولون التراب. بهذا الاشتغال وهذه التجربة الصباغية يعني يريد أن يقول للناظر وللعالم بأن الأرض لها نداء، لها نداء مطمور. هذا النداء الذي عبر عنه الفنان مصطفى غزلاني بكون الأرض قد تعبت، أن الأرض قد تعبت من ماذا؟ من تدخلات البشر، من اعتبار الأرض باختزال ماهية الأرض فقط إلى مجرد مستودع للطاقة. فن بصفة عامة هو القوة التي تحرر نداء حقيقة باعتبارها حقيقة الوجود. الأرض المعطاء جعلت مصطفى غزلاني يدور حولها ولها، منحته لوحة وقصيدة وحكاية، تواطؤ سري بينهما يشي به المعرض والديوان والرواية. شيء من الأرض يكفيه حتى يلون في إبداعاته. كل ما كتب الغزلاني لم يخرج أبداً عن حدود الأرض. وإذا انطلقنا يعني من مجال تيماتيكي أو الموضوعاتي، فالأرض تظل حاضرة، هي البؤرة التي يشع منها كل الصور، لا في التشكيل ولا في الرواية ولا في الشعر. الأرض البادية، الأرض بمعناها الرمزي، بمعناها الأسطوري، بمعناها الفلسفي. اعتدنا أن نقرأ غزلاني إما الشاعر وإما الروائي وإما التشكيلي، ولكن لكي نقاربه في تعددي هذا يبدو الأمر صعبان، كما قلت لاختلاف الأدوات، اختلاف الوسائل، اختلاف أيضا لأن لكل فن نظرته وله لغته. ماذا لو كان الميلاد شورى؟ إنه واحد من تلك الأسئلة التي تغري باللا جواب. نلود بالصمت متى ضاق القوم، نلود بالرحيل متى ضاق المكان، نلود بالبوح متى ضاق الكتمان، نلود بلو متى ضاق الاستفهام. ماذا لو منشأ فجاج أخرى، متى استدق الحال بنا بين كتلتي النقيض. فمنذ ديوانه الأول أشياء أخرى إلى آخر ديوانه وهو راعون بدون أحصنة، نلاحظ حضور هذه الأرض بكل تجلياتها بكل عناصرها، التراب، الهواء أيضا على المستوى الكتابة، النار، العناصر الأربعة الأساسية المتعارف عليها. وأيضا في الكتابة السردية منذ روايته بيض الرماد إلى جراء وهي الرواية الأخيرة، تتجلى فيها أيضا هذا الاهتمام بالأرض باعتبارها الأصل وباعتبارها أيضا العودة في آخر المطاف. في أقصى احتمالاته، الرجاء المضمخ برحيق الاستحالة، الحلم العصي. لو نكتب، لا نكتب إلا على حافة لو. من يكتب بلا لو كاتب أصم. ماذا لو أصابنا ما أصابك يا مصطفى؟ تلوذ بالتراب تمنح له ما منحنا. ماذا لو أوفى الإنسان للطين وأخرس صوت وجع الأرض يا مصطفى؟ أليس الطين أحق بالخلق والإبداع؟ ماذا لو؟ أعود إليك الفنان التشكيلي والروائي والشاعر والنحات مصطفى الغزواني. المبدع مصطفى الغزواني لا زال مرتبطاً بالطفل مصطفى الغزواني، طفولتك لها تأثير كبير على مسارك الإبداعي، بل هي متحكمة ربما في هذا المسار. عد بنا إلى هذه الطفولة وبالمشاهدين. أولا فقط لمصطفى غزلاني، مش غزواني، عفوا على الخطأ في الاسم غزلاني. طبعا ربما أنتمي إلى الجيل، وكثير من مجيلي لابد عاشوا هذه التجربة، أننا من الطفولة التي كنا نصنع ألعابنا، لم تكن لنا إمكانيات لنشتري لنقتني، فكنا نصنع لعابنا.
وكل كغالبية يعني كغالبية الطفولات المغاربة في ذلك الحين، وكل طفولة تأخذ أو تتناول المواد المتوفرة لديها، ولم تكن لدينا مواد إلا الطين، فكنا باستمرار نلجأ إلى الطين، نأخذه من خد الواد ونصنع منه أشياء نسميها أحيانا ونكسرها أحيانا أخرى هكذا. ربما وأنا الآن في عمر آخر أدرس في المدرسة العليا للفنون التشكيلية، ما كنت أنجزه وأنا طفل قبل حتى الدخول إلى المدرسة، يعني قبل 7 سنوات. فعلاقتي بالطين علاقة بدائية، وهنا علاقة بالبدء، وعلاقة حميمية، لأن ذلك الطفل الذي كان يدس أسراره في صنائعه، فكان لابد أن تخلق علاقة وشيجة عميقة جدا بيني وبين تلك الخلائق وتلك المنحوتات. طيب، هذا الاختيار أن تختار الأرض، الطين، المواد التي تمنحها الأرض، هل جاء هكذا بسلاسة بشكل طبيعي، أم أنه ربما كنت تبحث عن يعني طريقتك في الإبداع واهتديت إلى هذا الطريق، أم أنه قدر؟ أفضل هذه العبارة الأخيرة، كأنه قدر فعلا، لأن طبيعة الحال المسار تطور، وكانت لنا كما كباقي الشباب الممر الجامعي وممر الأدب وممر الكتابة الشعرية، فكانت المسافة تبعد نوعا ما عن الأرض وعن تيمة الأرض، حتى أن الموضوع الأول تشكيليا كان هو موضوع الظل، وليس في تناقضه بالضوء كما هو معروف ومتداول في الفن التشكيلي، لكن الظل كحامل معنى. وفي هذا كان فيه بحث أيضا في ثقافتنا، حينما نقول الطفل لا تتخطى أو لا تتجاوز ظلي، الظل اللي باش نكبر، فبمعنى أن كانت حضور الظل في ثقافتنا حضور قوي. وكذلك كان في إحدى قراءاتي بالصدفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في مساره إلى المدينة رفقة أحد رجال، وفي منتهى الطريق قال الرجل لعمر: أرأيت، لم تنل مني شيئا، يعني ما تحددتش معه، ما أعطيتك حتى شي معلومة. فقال له عمر، فقال الرجل لعمر: بلى، طول الطريق وأنا أعطى رأسك في الظل. فهنا جاءني السؤال مباشرة: ماذا يخبئ ظلي مني؟ فبدأ البحث في هذا المسار، واشتغلت في هذا الباب حوالي 7 أو 6 سنوات، إلى أن حدث، وهنا أعود إلى عبارة القدر، إلى أن حدث لي حادث، وأننا كنا في سفر في الطائرة من الدار البيضاء إلى زوريخ، ووقعت الطائرة في ثقب جو الهوائية وعاصفة التي كانت في سنة 2007، و عانينا في داخل الطائرة وصرنا لا نشعر كأننا لا نساوي شيء، يعني في مهب الريح كأننا فيها، إضافة إلى الخوف وإلى الرعب الذي انتاب العابرين. وحين عدنا إلى الأرض، فالنزول إلى العودة إلى الأرض، إلى الاستقرار، إلى الثقة في الوجود، كان محفز أو كان إشارة كبيرة جدا للاهتمام بالأرض، منحتك ربما الأمان حين وطأت قدماك الأرض تماما. فكان استفهامي آنذاك هو: ماذا تخبئ الأرض؟ ويوجد في الأرض أشياء أخرى غير الأرض، وهي هذه الثقة التي تمنحنا، هذه الثقة وأشياء أخرى تظهرها في لوحاتك من خلال موضوع الأرض، لكن أيضا وليس فقط الموضوع، بل أيضا حتى المواد تبعنا في البورتريت تستخدم الطين بشكل كبير، أعمالك يغلب عليها اللون البني. طبعا
بالنسبة لي الأرض تمنحني كل شيء وكل شيء كامل في الأرض، يعني يكفي الانتباه ويكفي الإنصات ويكفي الاشتغال بشكل صادق وبشكل جدي على هذه على هذا الزاد وعلى هذا المؤنس، لأن الرفيق في الفعل الإبداعي الذي هو التراب والمادة الأولى التي والمادة حتى في بعض الثقافات وبعض التقديرات أنها مادة الأوساخ أو مادة التي يجب تجنبها كالوحل أو كذا، لكن فيها من الأشياء الرائعة. لكن نظرة فلسفية للطين طبعاً وإلا لن تكون هناك خليقة بيننا. طيب، ربطك لأعمالك بالأرض ربما فيها من الفساحة والإلهام ما يزود أعمالك بالمواضيع وبالمواد، أم أنك ربما هناك من سيقول أنه ربما تشبث بزاوية إبداعية واحدة يحرمك من مجالات إبداعية أخرى؟ أولا، علاقتي بالأرض هي ليست علاقة تشكيل بالأرض، يعني تشكيلي بالأرض، هي علاقة وجودي بالأرض. والوجود له تسريبات وله تفريعات وله تنويعات في التصريف يعني. فبالتالي وأنا كمسار أدبي، يعني رجل أدب بين قوسين الله الكلمة، كرجل أدب هذا هو المفروض أن يكون، لابد أن يتسرب الطين في الأدب وفي التشكيل، لابد أن يحضر وفي الدحت لابد أن يحضر، يعني هو كمادة الأولى. إذا كانت كما سبق في الكلام أن الحميمية قد وطدت منذ الطفولة، فلابد أن استحضارها كمؤتت واستحضارها كصورة ذهنية أو كصورة استعارية أو كاستعارة استحواذية حتى، لابد أن يكون ضروري. يعني تحدثت عن الأدب، أنت عابر ربما للعديد من الإجناس الإبداعية. تحدثنا عن الفن التشكيلي، أيضا هناك الرواية، هناك القصيدة الشعرية والنحت. كيف تختار اللغة الإبداعية في لحظة ما؟ كيف تفرض، هل تفرض عليك أم أنه اختيار، تختار التشكيل أو تختار الرواية، الكلمة أو القصيدة؟ نعم، عادة يحضرني نداء، مع نداء الاشتغال اليدوي يعني في التشكيل، أو نداء السفر الجواني يعني في الشعر، أو نداء التخطيط وترتيب الأمور كما يحصل في الرواية. لكن يفرض علي، يعني يأتيني من كشعور كنقص كخصاص للتعبير لقول ما أريد قوله، لكن بطبيعة الحال يأتي ترتيب خوض هذا العمل أو هذا المشروع أو هذا المشروع بناء على التزاماتي وبناء على ما أنا بصدده. طيب، نتحدث عن رواياتك والتي هي أيضا كما ذكرنا خيط ناظم لها هي الأرض. يعني تخصصك، أو دعنا نقول تخصص في هذا النوع من المواضيع، جعل أحد إصداراتك مرجعا جامعيا يدرس في جامعة المحمدية. رواية لك، هي رواية بيض رماد، وهي أول إصداري، ليست أول رواية لكن أول إصداري، فكانت رواية أخرى لازالت مخطوطة، لكن أول إصدار كان هو بيض الرماد. بيض الرماد بناء على استفهام دائما يقال، وهذا سائع في الفلسفة وعند كثير من النقاد، أن الرواية ابنة المدينة. فكنت أقول مع نفسي أن الرواية أصلها إنسان يعيش في مكان، يعني في فضاء معين، ويعيش في زمن معين، يعني زائد حدث. فالإنسان مكان زمان حدث، هذه الرباعية قد توجد في السماء وقد توجد في البحر وقد توجد في أي مكان في الغابة أيضا. فقلت مع نفسي أني سأكتب رواية، وهي رواية بيض الرماد، تكون حاصلة وحاضنة ومقصودة وتقصد وتعني الإنسان البدوي الصرف. إذن أنت أيضا بما بالإضافة إلى تدريس روايتك في الجامعة، أنت على اتصال مباشر بشباب الجامعات والمدارس، تدرس النحت في مدرسة الفنون الجميلة. لنختم هذا اللقاء بهذه الفكرة الأخيرة، يعني علاقتك بالشباب ونظرتك إلى الشباب المبدع الحامل لمشعل الإبداع الفني في المغرب.
بصدق بكل صدق لن أبالغ في الكلام وفي الحديث في هذا الباب. أقول أني أعز وأحب الشباب وليس بالكلام بل بالفعل. أني صادق في فعلي معهم في منحهم ما أملك في ما أعرف وما أدرك في فعله، وهم يشعرون نفس الإحساس ويبادلون نفس الأشياء. وأنا سعيد بعلاقتي بطلبتي، كأي فنان سخي يريد أن يشاهم ويساهم ويقاسم الناس، فأنا سعيد بهذه التجربة أيضا مع طلبة مدرسة الفنون الجميلة. ونحن سعداء باستقبالك معنا ضيف الأحد السيد مصطفى غزلاني، الكاتب والروائي والفنان التشكيلي والنحات. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. من أنباء النشرة أيضا، رحل إلى دار البقاء الدكتور والفقيه والعلامة عباس الجراري عن سن ناهزت 87 عاما. الراحل الذي لقب بعميد الأدب المغربي كان مستشارا لجلالة الملك محمد السادس ولجلالة المغفور لها الحسن الثاني، وشغل أيضا أستاذا جامعيا، وشغل منصب سفير المملكة في العاصمة المصرية القاهرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونختم النشرة من مدينة وزان. ظلت ومنذ قرون أو منذ القرن السابع عشر منارة للصوفية والصوفيين، وقد ارتبطت صناعة السبحة الوزانية بهذا الطابع الروحي للمدينة، حيث لا يزال بعض الصناع التقليديين المهرة وعلى قلتهم يحافظون على أسرار صناعة السبحة الوزانية التي لا يزال الإقبال عليها كبيرا داخل وخارج المغرب. روبورتاج صديق بن زينة فاضل سعدوني. إنها مدينة وزان الحاضرة التي اشتهرت بدار الصوف والصوفيين، لا تزال تختزن كنوزا من التراث الصوفي تحييها مهارة الصانع التقليدي. إنها المسبحة الوزانية تنحت حباتها أنامل محمد الزعار من عود الزيتون أو العناب أو المشمش، وهو واحد من الصناع المهر القلائل المتخصصين في صناعة السبحة الوزانية. اللهم لك الحمد، هذه صناعة كان افتخروا بها، وصناعة ديال الأجداد متوارثة. اللهم لك الحمد، ولات السبحة الوزانية السبحة ولات عالمية، كيطلبوا تقريبا من العالم كامل. بعض المصادر نبشت في تاريخ السبحة فلم تجد لها أثرا إلى في النصف الثاني من القرن الهجري، وقبلها كان التسبيح بالأنامل أو الحصى ونوى التمر. ولقد انتعشت صناعة المسبحة في وزان مع ظهور الطريقة الوزانية في القرن السابع عشر الميلادي. لا كان شي الاستغفار، ولا كان شي الصلاه على رسول الله، ولا كانت اللطيف، وكان بزاف ديال الحوايج اللي كنخرجوا بهم الفديه، فديتهم من النار والسفر. هذه هي القاعده، وهذه هي العاده ديال اللي كانوا بها الشيوخ ديالنا اللي قرينا عليهم، الشيوخ ديالنا والفقهاء ديالنا والجداد ديالنا والولادين ديالنا، كل اللي كيقراو التسابيع كنشوفوا التسابيع كنذكروا بهم. ولا تزال صناعة المسبحة الوزانية تقاوم أسباب الزوال، وهي تحتاج اليوم لتكوين الخلف حتى تظل حية ضمن التراث المادي والروحي لدار دمانة، المنارة الروحية في التراث الصوفي المغربي. ختام الظهيرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. الأسود في ثاني مواجهات الكان لإثبات الجدارة والاستحقاق وانتزاع بطاقة التأهل في مواجهة الكونغو الديمقراطية. المباراة اختبار حقيقي ومعركة تكتيكية كبرى، يؤكد الناخب الوطني وليد الركراكي. مواجهة المغرب الكوت ديفوار تنطلق في تمام الثالثة بعد زوال اليوم. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزيم.ma وتطبيق ماي دوزيم على الشاشة. الأنباء متواصلة باللغة الأمازيغية بعد هذه النشرة. أنفسواغ ويكند مع وادي عداد، والمسائية تقدمها بشرى رئيف. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.